برنامج مي فاطمه. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم الطلعه الحمراء. عندنا الطلعه، عندنا الحامض مرقد او مصير، عندنا الثومه التحميره، البزار، الملحه، سكينجبير، عندنا الزعفران الحر، الزعفران عادي، عندنا السمن، عندنا الكمون، عندنا زيت العود. باش غنفقوا هاد الطلعه هادي عندنا التمر، الجبن، وعندنا القرقاع. دابا نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الطريقه. دابا ان شاء الله الطلعه هادي حنا درناها هنايا في الكميله، غنديروا فيها كلشي مره واحده. غادي نديروا الماء، غادي نديروا كمون، غنديروا الملحه، غنديروا القياس حيت غادي نديروا الحامض مرقد، غادي نديروا البزار، نتوما ديروا القياس ديالكم، غادي نديروا سكينجبير، كلشي في الماء بارد، نديروا التحميره. غادي نديرو الزعفران، نديرو شي ديال الزعفران الحر، غادي نديرو الثومه، غادي نديرو السمن، غنديرو الحامض مرقد او مصير، غادي نديرو زيت العود. بغيتي تخليوها تطبخ شويه باش تجيكم اللون عاد ديري زيت العود، خليوها. بغيتي ديروها من الاول بحال ديروها. هاد الطلعه هادي خبعتها الوالده حتى جات عاد باش طيبتها ودوزتها لكم باش تشوفوها ان شاء الله تتبعوها. دابا الطلعه ديالنا هي كطيب، مشكله كيفاش نصبناها غير في الماء بارد، ملي تبدا طيب بداو نسقيوها شويه بحال هكا، او تسقيوها ولا خصها الماء زيدوها الماء، الماء على حسب اللحم، كاين اللحم اللي كيطيب كاين اللي دغيا كيطيب. دابا حنا غنسدو ونخليوها طيب ونتلاقاو ان شاء الله. دابا الطلعه ديالنا قبيله اللي درناها طيب هي هادي، خليتها حتى طابت وقلبتها، بعدا سالا في الفران لا فوالا، هي محمرة غير بوحدها، منين طابت قلبتها. وقبل ما قلت لكم شويه ملي بغيت ندير الطلعة فاش قلبتها درت هذا في الوسط باش ما كتخسرش لكم هاد الجلة هادي، ديروا الطبسيل في الوسط وحطوا عليه الطلعة وخليوها طيب. من تما انا حيدته، جبتو من تحت منها وحيدته. دابا نتلاقاو ان شاء الله، دابا ان شاء الله غادي نعمروا هذيك التمر باش غادي نزوق بهذيك الطلعه. هذا الجبن موجود هنا في طنجه، يعني شريته من السوق ديال برا، موجود. ديروا الجبن اللي بغيتو، هذا القرقاع قليتو بالزيت، درتو بالزيت بارد قليتو، ما تخليوش بزاف، ومن بعد هروشتو شويه. هنا اللي بغى يدير شويه ديال العسل يديرو، انا مع التمر حلوه والضلعه زوقوها باش ما بغيتو. انا مع الوالده ديالي كاينه عندي في الدار، يعني حنا في الصحراء كناكلو التمر، ملي تكون الوالده خاص ضروري التمر يكون في الدار، داكشي علاش انا درت اليوم طلعه التمر حيت الوالده موجوده عندي الله يخليكم، الوالدات ديالكم كاملين. اللي بغى يدير هنا شويه ديال العسل كي قلنا يديرو. دابا غادي نعمرو ان شاء الله التمر ديالنا، قلت لكم بغيتو شويه حلو ديروا شويه ديال العسل.
نتوما عمرو باش ما بغيتو باللوز بالكركاع، المهم لكم الاختيار. هذاك التمر ملي عمرناه، الا بغيتي ديري شويه ديال العسل وشي ديال الزبده في شي مقله ودوزو فيها شي بس ما كاين، ولا بغيتي ديروه في الكسكاس بحال هكا باش يتفور شويه وحطوا اللي ما كيبغيش الحلاوه يدير له بحال هكا. ونتلاقاو ان شاء الله. البلا ديالنا محمره هي وجدات، ما درنا لا فرن لا فوالو، يعني تحمرات غير في ديك الدغميره ديالها، ودرنا لها ديك المرقه ديالها فوق منها هي يعني تشوفوا فيها. دابا غادي نديروا ان شاء الله داك التمر والكركاع والجبن اللي قلنا موجود هنايا في طنجه، يعني فين ما مشيتي كتلقاوه، وان شاء الله باش تعجبكم. الطلعه ديالنا هي موجوده، ما بقى لينا الا ندردروا عليها المحبه والسلام للمغرب الحبيب.